في غمرة العمليات العسكرية التي يخوضها الجيش ضد تنظيم القاعدة بمحافظة أبين، تتوالى الانتكاسات تباعا لهذا التنظيم الذي ظل يتخذ من أبين بيئة خصبة لتزايد عملياته الإرهابية إلى باقي المحافظات الأخرى. تسارعت الضربات الموجعة على ما يبدو للتنظيم بعد بدء الحملة العسكرية وتطهير أكبر مديريتين هما زنجبار وجعار، وها هي القوات العسكرية من جديد تتمكن من تحقيق تقدم كبير في مديرية المحفد آخر معاقل التنظيم في المحافظة. استكمال المرحلة الأولى من خطة التحرير في المديريات الخاضعة لسيطرة الجيش تبقى بلا فائدة حسب المراقبين، ما لم يتم حسم مسألة تأمين المحافظة من عودة التنظيم والتخلص من جيوبه. العميد الفضلي الذي عين مديرا لأمن المحافظة أكد أنه تم إنجاز 70% من الخطة الأمنية في المناطق المحررة، فيما القوات مستمرة بإنجاز ما تبقى منها. يوما بعد آخر يتمكن الجيش من دحر عناصر تنظيم القاعدة في مدن ومديريات أبين، فيما تبقى المناطق الجبلية التي تحيط بالمحافظة مكانا آخر يلجأ إليه التنظيم بعد انهزامه.